إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد عشر كوحو كبرى ميا كتابك العربية بين يديك جزك اللباط حاشدة صدح بقول إيو سديد إيو أفرتن استيعاب ومعنه اللي فهمو أخرسكي أما نسكي أن سواق هذا إيهوري تدريب واحد ليلسك كوباد ضع علامة صواب علامة صح كقر أو علامة خطأ أما تقلدك كقر ثم صحح الخطأ هذا لدن سوى صعودة أما الجملوين كان سوى صعودة وحي صح أنا صح كقر وحي خلد خلد كقر مركز خلد كقر تأذوق الصح الصواب وحي صح أنا هل كا كقر لعلامة دي واحد أهم صور أهم صور تلوث البيئة أربعون يعني نوعية وجمه مثلاً بيأد إني والسخاودة أمد ديجانكو وأفر نوع تاسح بالو قرية وعن صقر تلوث الهواء هو دي الله والسخايو هي تلوث الماء بيه الله والسخايو تلوث التربة عمود الله والسخايو هي الضوضاء سقر يس وحنكة أكوبة تم قالوين كواوي وأمد الله بسبب تيديو حسب شجرة وصار شجرة حطلية تاس واسع إثنى يكون للهواء اللون والرائحة إلى تلوثا هودو أما ليدا إن مري ساميدا من مري أرنا مري أسر كيدو لكن هديه سخودو أرنا ويرة ساميدا من ويرة تا تاسنا واسح وما ضرت مرك دقيقة أكلة عريامة سماي سنتا عريامة سوى هودي أو وحي وسخدة أنا كمر مي أو أما كمل مي دبا دهنا أرنا ويسمين ساتة صفة أرمون أيها سماي سوى هدي دقيقة إلى وحى هذه شر وسخية وقيقة يوحي لم يتكاء ده مدبنا ولا قاركيا أو مقالبة يلنسها أرطنا وإحمانسها ولا صحية ثلاثة يسبب تلوث الهواء وحرليا هذه هود وسخود موت النباتات والأسماك يعني وحكرشة هذه هود وسخود إن أو كانوا إن الإنسان نباتاتك أو وحد رأى يقول اسماك تاوه لون يا مركا وقلد ولا اسماك ما ولا حيوانات بعيد نورها أوردن أما كلونها نقض أما غيركها نقض وكيني كرأينا لوردن تعذرها أيا دلنا يعني كيني ينوردن تو أسباب في تلوث الهواء هو ذو حيابها السبب إن أي وسخوده واحد كم ذا المواد الكيميائية ماد أم وحيابها كيميكال كأ تاسمه وقلدوا هو ذا هذا يشير waxa keenay inay wasakhowdo waxa la yiraahdaa wa ihraaqun nafti sidaalka lagu gubayo ay ka gubayaan muharikaat sayaarad mishiinada baabuurta iyo kuwa wixii dhaqaaqo oo dhami exhaustka waxa ka buuxa ee qiiqa ee haraaga saliida ee gubatay ama batoolo noqdo ama naftaha noqdo ama gaas han noqdo ayaa keena in hawadu wasakhowdo oo ugu badan ولكن مواد الكيميائية وحي يقوس خيام بيها تكثر الضوضاء في القرى سنقدر يسوى وحنكو وحكوبة دي الدابية ده تاسنا وقالوا ما قالوا انكو كوبة دي تدريب تاني ليلس كالباد أجيبك الجواب باختصار سكوبا عما يلي وحن صوص عضا إن هذا الكوبا كي الجواب ما السبب في تلوث الهواء محاط لي إن أي وسخوده هودو وحاط لي بسبب محركات إحراق النفط نفتي شذالك أما سريد أقول لكم كالدوان بسبب محركات السيارات وغيرها مش ندى أي استعمالان بابورتا يترينادا يدياردا هي غير كذبة أي كان أي هود وسخوض قيقة وصابحه أما قيقة وسخين يا أورشو إثنين ما السبب في تلوث الماء ما حق السبب إن بيه وسخوبان وحيقنا كان إن وسخوبان رمي المواد الكيميائية إن لغو طورة وحيابها كيميكال كأه أياكينا والنفايات الحيوانية والنباتية إيو
إن أي كان لغطورة وحيابه هراجة كسو حيوان كنول يدر طبق قشنك إن لغطورة بيها اللفتودي يومياه صرف السحي في البحار والأنهار يوين لغشوا يعني بيها هذه الشر ورشدها كسو بحا وحيابها عاف مضهان اللوصير أما اللوضاديو مثلا ورشدوا استعمالان أما لغو استعمالوا وحيابة المشينة ده biyaha wasaqda la socdo oo badaha iyo wabiida lagu daadiyo ama kimikal kale lagu daadiyo ama waxa haraaga ah hadii jeer ee qashinkaas oo hor lagu daadiyo biyaha iyo wabiida ayaa keena ma sababu fi dawda ma ha usan sababa in ay sanqad u badato waxa uu sababa gaadiidka hadii jeer maraya wadanka sa diyaaradaha sa maraakibta gaar ahaan sa diyaaradaha iyo tareenada iyo baabuurta oo weyn iyo kuwa yar waxa sa keena sanqad badan oo sameysanta إلى أي شيء يؤدي تلوث الهواء محور الانكرا هذه هودو وسخودو وحور الانكرا يسبب تلوث الهواء موت الحيوان حيواني والنبات وهو كان يوكا مدورة مركورة إلى التهاب العيون إن انفكشن أما عاب قرع عين لها ومرك هودو وسخودو يورئة سنببك انتبا لقون نفسين لها حنون يوكينان حتى وقود انتان نورها يدرتبا هودو وسخودو حورنا ذكر أشد رادين مفرداتي وحويها دنا كلمة جارة تدريب واحد ليلة كوباد هاتي واحد كانتا جمع الكلمات التالية رياضة صوص عضوة مفردة جمع عودي كان من النص هذا الكهرباء صوقات واستعملها واحد وذاك ستة في جمل من إنشائك جملين أضوء أضوء رسي دبنا وذاك سو واحد واحد كمدة عين وإشا إلها إشا إيش معنا بضم بيلا ده إيش بيها وين قطع إيش حلوة أركنا وين قطع إيش يعني وح إلى يسأك سوي نقطة إيش الذهب كين نقطة إيش على هذا والله إلى هذا إيش وح كله إلى هذا قفكو بساس كا معنى يوم بدون بيلاد هاي مركا وا يعني أرى مشترك ومعنى يوم بدون استعماله هذا طبعا عين وح لوجت معين كرا عيون بع لوجت معيا بحر وح لوجت معيا بحار بضاع لوجت معيا نهر وح لوجت معيا أنهار وبيا لوجت معيا وسيلة وح وضع وح لوجت معيا وسائل ودوين بير وعل وح لوجت معيا آبار علل جهاز وقرب وحلو جمعية أجهزة قربيه كله دون تبعنا جملة مركا جمع عضو كاسة جملة قدر تدريب تاني لا يسكر لبعض ابحث كبار عن الكلمات التالية كلمة ده هنصوص عضا في معجم عربي عربين عربي أو قاموس وعند مركا كا هذه الشهر فسرية أريدا معانيه سكبار كون صوص عضا ثم سجل معانيها معنى يوغات كيها شق قرال خسامين وعاكم إذا تربة عمود أيها كم إذا كواد باريسو الضوضة صح قرد إيسا وحن كيه تبقى أي بشيند السمائيان يعني يجي عديد كسعون يوحاسي أيها الضوضة ليلة كوانا بالبال أو دبنا معنى هذا القرآن رائحة وأرطة واحد كبار قاموس كبار عربي أف عربي ترجمة يفسر إيها دبنا ترجمة خسامين إيها دبنا واحد ما يساو معنى يساو قر التهاب هو عابقة شركة مثلاً حاون كمال كرعة أو إنفكشنة يسجنا كان بارد العد مثلاً ووحي معنا سبيها معانا كله يجنا بارد وطبعاً أنت هذا اللي بعده معني سقر أتلف وود دلويان مرك شيء لبابية مثلاً يدنا قر ما بارد معني هذا طبعاً قر ملاحظة النحوية إما كوحوية وتشلعة أمام العسي حاجة نحو ده علامات الرفع بان يجينا علاماتها جدالك في الأسماء والأفعال مركي أسماء الجود يو أما فعلك الجود يوم ها على مضوه الضمة تبهرت على مضه ضمض مركه واحد جشاء المفرد اسمه مفرد كأحمد واق كمدة جمع ترسير نوع جشاء الجبال بورها كمدة جمع المانس الصالم نوع جشاء ضمضه المسلمات واق كمدة الفعل مضارع نوع جشاء يجلس واق كمدة الألف نوع كمد المثنى بيدو جشاء مركه جدالك مسجدان لب مساجد أرجع الله بذا أبي جشاء وكانت ساليسو الواو واق كمدة جمع المذكر السالم بوق جلا ووجو المسلمون وي وهو كا علامة دايسو الأسماء الخمسة نوع قراء أو أبوك أبها وي ثبوت النون نون تجوك تانا علامة رفع عليه كم تاي رفع على خمسة تبي قشة يجلسون وي أنقول كرفع على خمسة هنا تدريب هذا بوا الله يجلس بيوح على عطيسا علامة رفع علامة رفع ما تحته وخط أرجع حريق لوجو خاص قري علامة رفعه إذا شك وذكر السوا والسبب تا لوجو دين الشك أما علامة ده لوجو جدي سبب تتال لوجو جدي كمان في المثال الصالح هم كتيرتان وخوهم وشناي وعوي كل قارة إن الطالبين لبادي أرضي ناجحان ويقولي ستين
ناجحان بح خريق بالهوس دقي مركي الالف بوكوري علامة قدال كوالف محايا لا صوبتا نشاك لأنه مثنى واسم لباء معاكو حيتنين هذه سيارات كثيرة بوكوري كون وابابور فربضان هلكو حريق دقي سيارات بو دقي وخبر كي هذه waxay ku gudan tahay marka damma dalka ku qoreysa laana jumaa maana salaam dalka qoreysa ilaa damma lagu gudaayo saddex waxa weeye anti tashrabina tashrabina adawa anti tashrabina adawa gabadhi ay adigu dawadaad cabaysa tashrabina waa calaamad hoos dhigay waa ficil mudari wax lagu gudeeyo subu tunun nunta joogta lagu gudeeyo halka annun baad ku qoreysa xaga damma ku qoreysa laana ficilun min afaal khamsati waa ficil afaal khamsi kamid baad qoreysa marka kaafarad waxa weeye هل هذا أبوك يا رجل كان ما أبها وننكو هل هذا أبوك كان ما أبها با يا رجل ننكو مركب واحد لنا إذا علامة قدالك الواو بسرك قريسة حق واحد قريسة لأنهم اسم من أسماء الخمسة ويان خمسة واحد لنا إذا الطفل لم يدرس علم هاي الوحبة مو لجنين الطفل بعلامة صاره واحد لنا إذا علامة سوى الضمة بسرك قريسة ضمة الضمة توي أصلاً لأنه اسم مفرد، هو اسم مفرد أساس ضمن الوجودية. ستة لأن الطلاب كثيرون ويفربدين أرضيته كثيرون أبو علامة هوسجى وخبر كت أن وهذا صار مرفوع بالواو وبالوجودي. معايا لأن جمع الكرسان بعض الكارونا صار سبعة يشعر وحده دريمية بألم في فيه وحده دريمية حنون أفكيسة أفكى يعني حنونية يشعر أبو علامة هوسجى وهذا صار مرفوع بالضم لأنه فعل مضارع بعض الكارونا صار كان الطلاب حاضرين أردت يوين شوقي يقول الطلاب هو حاصل لي حريقة وهذا ليس مرفوع بالضم لما لو قلي لأنه جمع تكسير وجمع تكسير غرف البيت كثيرة قولي قرى الكيسو ويبديه حريقة وحرية غرف ضم فوق قليها محايا لي لأنه جمع تكسير وي هل ستسافرون غدا برمية السفر يسان ستسافرون على مدى حاصل لي مرحبا أنا سويبه فوق قليها بالواو معايا لأنه فعل من أفعال خمسة ويان هذا ما يحمي البيئة قفك إلى اليد ديجانك يوم ما يفسدها قفك ديجانك خربة يا إخمان يا ربع راسي موضوع مصاب سنة إيه رح تسوي رقعة هنا بدر مثل لو عيري أنشأنا وحم بلاوني وحم بلاوني وأين عريني منظمة أورو لحماية البيئة كشقين بتبادلة يجي إلى اليد ديجانك هل تشترك معنا ما نقلت قيد قليسة أوروكا أو حبيت كم بدأ من نخنسة عام بعرض بالطبع ولا قام مارمان ولا قام مارمان فبلادنا ودن كينو تحتاج حقوق هانتهاي إلى مثل هذه المنظمة أوروكا صوكلة آب حقوق هانتهاي وإلى لي ديجان بعد نوعرض سنقوم واحد سمين كوك عينا واحد كوك عدونا يعني سمين دونا غدا بري إن شاء الله هدي على هذا بجولة كورمير أيام سمين لنا يعني كوسو كورميرينو دلك لأن رأسنا أصو إبن أصو أرغنو ما يفعل واحد قصمانيان أن صدقك بالبيئة ديجان واحد قصمانيان في بلادنا ودن كينا ديجان كودن كينا واحد قصمانيان ستكون واحد نقض نوطة الجولة كورميركو بالطائرة الطيارات ما هو كورميري دون الدلك يمجالوين كي يوطك أرجو واحد رجيني أن تعلهي أن تكون معنا أن نفعله أن نصعطه عام روح لهذه تأسيس فكرة الله ترى طيبة ونأكسن سأكون معكم وارد الرصع عن دونا وارد الراعي دونا وارد كم يدقوا دونا أفراد المنظمة إن كنا عن كهذا إنا كو أشخاصي أما ضدك يكون أوركا وفي الجو هو ضم رأي سري وديار دي سارة ما كشاكين دونا بدل بير انظروا إلى شو ديار دي كسوة جية إلى هؤلاء الناس تتكاسي إنهم يجوا يفسدون واحد حماين يعني خريبيا البيئة تاء واحد خريبيا إفساد أصل جيس أفعربيا وهالله استعمل قرنك واحد قرمنا يعني خريبيا محي البيئة بخربين يعني مرة أي بابين البيئة دي ديجان كي بخربين عام ما بحر هؤلاء كواسي وأكون يقول في مامي يحرقون واحد كوبيا الغابات كيمه نرتب تالي أي كوبيا والله كواكرنا يقتلون واحد لاين يان الحيوانات المواله يوغاد من وراء وكوا بليا أحمد بحر هؤلاء كواسنا يلقون واحد كتاري كتوريا النفايات وحيامي كدافتها قشنك أها أي في البئر عالف كل دي قواتنا تسنوه كيجيا والله قواتنا يلقون في البحر بحر يلقونها قواتنا قد فد عالف كل دي لقعبية قواتنا بضي حيوان كتري وحل بكتري بكتوري قد فد وانتي خريبتي حسان باوحوري لماذا يفسدوا محلو خريبيان
هؤلاء الناس دكاسي البيئة وردكاسي محل أخرى من ديجان ظهر وفرق صوبه الفساد حميه في البر البنانكا يوم البحر بضيبة بضيب بنان بوال خريبية بدل ما وحده انظر ايك الى هؤلاء الناس الى هؤلاء الناس دكاكا انهم يحافظون وحي الى لنيا عن البيئة كواسي ديجان كبه الى لنيا احمد بالي صدق طوار هم طار هم باسيكتي هم حيكو الى لنيا فهم يبقوا يزرحون ارض اوتي بكواسي بيريا لإيقاف التصحري سأتوتيان انه طلق النقض صحري لما تجانا يعني النبات جوره او اي تبايله قادان عمود وانسان وضعاته قادان وحال التعليق والتجوية انا كل عضو او دبان نطلق نبات جوره صحري اسوب الدرو اي كتورة يعني وقوات التكبير يقواس سأبيه اتوتيان تبايله انا اي وغير هيبان عمود وانسان دبان انا وضن كتيان صحراء انا نقول عام روح الأولاد قواسنا يحافظون واحد لنا يعني على حيوانات حيوانه حيوانات هي نوره وغادي نوره أن نادرتي ترى ذيري نادركو وحيوان كثير تبرقوا أي ترى ذير حتى لا تنقر سانو تبرقين إلى لنا يعني ودي جامدو حيوان كود تبرقوا سانو تبرقين بدل ما يقول أنا مصروف أنا وافر حسنا آد جدا آد يا آد فما يقوم وحن أي سمينيان به شيء هؤلاء الناس تتكاسي عمل طيب قلون طب وحن أي سمينيان وعمل ونأكسن وشقفي عن آبان غفر حسنهاي عامل باوحوري نريد وحن دوننا بيئة ديجان خالية آلحين من التروث والسخو آلحين ونظيفة بين دوننا أحمد وحوري هذه أنتاسي رسالة منظمتنا منظمتنا وحا فرين تقرى يوحا قرى يسدو وركين وحا ربك ما شقيني وحا حبارسية هيبان وإن له ديجان أن مستخو سنين بعون الله إلهي قد قال في سنين تقول لك شقين النابا وإنت استيعاب فنوح وإن استيعاب معنه أول فهمه أينما كسو بحني تدريب واحد ليس كالكوبات ضع واحد الكاء علامة صواب علامة صحر لك أو علامة خطأ أما تخطأ أخر ثم صحح الخطأ بحال خلط كبرتي أضغ الصح وصحر أخر واحد أنشاء بدر واحد بلا روح بلا بدري واصدقائه يساحب لي منظمة قرر بين بلابين لحماية الحيوان وكشق إلى أنت يبد بالدة حيوانات ينورة ما يوحي أهيت دواء غلط لحماية البيئة ديقان كبورنا بيدو يكبدو وينتهي نورها وقرر ما هو كبر عنه اثنين قام واحد استوحك عي واحد كوك عنوي سميين الفريق كوحضني بجولة فرمير بيسمين ذلك بالطائرة بفكر بين الديارة تاسوا صح ثلاثة بعضهم أصدق قاركي يفسد البيئة بيئة ديجان كوي خرمية وبعضهم برنا يحافظ عليها وإلى لنيان ديجان كي بيئة ديجان كي بيئة دو ديجان كي إلى لنيان تبعنا الله تعالى وصحبه الله بربو يشرين أربعة الذي يلقي النفايات ككتورة وحيابها قشن كصوهرة في البحر بدها ككتورة يحافظ على البيئة نكاسات بيئة إلى لنيان من ديجان كي كاسوحة وهي قرص كاسوها كخرمية خمسة المنظمة تقرر كبلد السمائيين بدل يا صاحبني تريد واحد دونيسا بيئة بيئة أمد ديجان خالية أنا الحين من الحيوانات وحن نوراء أنا وحبكم نورين بي دونيا هاسنا هو خلط واحد دونيا بيئة خالية من التروف بيئة أنا مستخلي سنين بي دونيا خدري الثاني ليلة كلابات أجب لتواب باختصار سكوبا عما يلوح صوص عضا واحد لماذا اشترك عامر في المنظمة محوق قيب قري عامر ذكر إلى هذا منظمة أورك الموضوعي محوق قيب قري يلوح صوص عضا واحد لماذا اشترك عامر في المنظمة محوق قيب قري عامر نكلا إلى هذا منظمة أورك الموضوعي محوق قيب قري لأنه بلاد لأن بلاده تحتاج إلى مثل هذه المنظمة وضع كأباها واحد بلدنا كشقيريان اثنين ماذا شاهد بدر بدر محو أركي بدر روحو أركي شاهد بدر ناسا يفسدون البيئة قد خربية بيئة أيو أركي ماذا شاهد أحمد أحمد نمحو أركي أحمد نمحو أركي أركي أحمدنا ناس يحافظون البيئة قارل علينا يا بيئة أيو أركي أما اللي بدو دبوح أركين لبدا قروا أركين ماذا يفعلوا الذين يحافظون على البيئة محيث سمين ينكوا بيئة إلى لنا يزرعون الأرض لكي بيري ينكواسي أو أي دوني يعني أنه سحرية لما الدقان نقنين ويحافظون على الحيوانات النادرة لكي لا تنقرض وحكروا أي إلى لنا يا حيوان كان تا
tirada yar si aan u dabar goyn ma risaalatul munazama ma hay xambaarsan tahay ururkan la sameeyay fariinta ay si daawam hay fariintu waa wax manhajka aad ku socotaa wuxuu yahay iyo waxaad qabanayso waxay doonayaan bay'atun khaliyatun aan talawus bay'adan wasakhaysan in la helo oo dalkoodu noqdo mufradaat tadrib waahid leeliska koobaad isticmaal adeegso al-kalimaati arayada ataariyati soo socota fi jumlin jumlooyin waad adeegso ku dar min in shaykaad waad curiso baharun ma yahriqu baye uu gubaya yuhaafidu ilaalinaya afsada uu kharimay yaqumu bi wuxuu qabanaya masruur wuxuu ku faraxsan yahay yazracu wuu beeray inta adu kalmadahaasi jumla adigu aad leedahay ku dar tadrib taani leeliska labaad ibhas ka baad aan kalimaati taaliyati erayadan soo socda fi mucjamin carabiyin waad ka baadhaa eray bixiye carabi ah ama qaamus carbeed uma sajil macaaniyaha macnaha ay kelmadaha leeyihiin qor waaxid munadama waa urur dabeedna baar oo qor itniin atasaxur waxa weeyaan inuu wadanku xaalufo haddii tasaxur lagu yidhaahdo inuu lama degaan noqdo saxare lama degaan oo xaaluf ah inuu wadanku noqdo taasina iyadana baar talaata inqarada uu dabar go'ay weeye waa sheega dhammaada ee dabar go'a kaan isagana waxaad ka baadhaa mujidka ka baadh ama waxaad ka baadhaa qaamuuska dabeedna macnihiisa qor naadiratun waa wax yacni marla araga oo aada u tira yar oo dhif iyo shay dhif ah jiritaankiisu dhif yahay oo marmar un la arko ama tira yar kaana isagana qor alqaa wuu ku tuuray oo markuu daafad oo kale ku tuuray meelaha iyadana baadh jawlatun waa kormeer la sameeyo iyadana qaamuuska ka baadh dabeedna macnaheedana qor buu leeyahay aswaatun imikana waa codad iyo dhawaaqiyaa lagu barayaase loogu dhawaaqo qalbun nuuni miiman waa nuunkii oo miim laga dhigayo waxaanu soo marnay nuunka reeban hadiyo tawiintaba haddayba ay ka daba dhacdo in miim loo bedelo kuwiibaa lagugu toobaraya saad ugu dhawaaqayso waa calaamata sawaab calaamada sax waxaad saartaa amaama alaayati aayadda horteeda ku qor allatii aayadda tuqlabu loo bedelayo fiha aayadda dhexdeeda anuunu nuunka awi tawinu ama tawiinta ku jirta miimaan laga dhigayo sax ku hor qor ee halkan ku yaala waaxid min nafsin halkaa nuun la bedelayo idqaan ba halkaa ku jira kuma jiro taa la bedelayo tinin qowlun macruuf iyadana waa idqaam kaasun oo waa lagu isu idqaamay kuwan talaata min bacdi alqam amana min bacd taasaa la bedelayaa min bacd alqami amanatan markaa eeg nuunkaa baaba ka daba dhacday waxaa loo bedelaya markaa waa qalbi waxaa loo rogayaa nuunkii baaba laga dhigaya min baa laga dhigaya min bacdi min baa loo rogayaa nuunkii likulli naba'in mustaqarrun min naba'il mursaliin qaarna waa idqaam oo waanu soo maray waa laba marka isu idqaamay qaarna waa xaweyaan qalbi kuwa qalbiga waa marka nuunka ama tawinta ay ka daba dhacdo ba'd wa cinaban wa ghadba lanasfacan tawinta ku jirta baaba ka daba dhacday miin baa loo bedelaya faqad dalla dalaalan bacida dalaalan tawintaasi baaba ka daba dhacday dabeed waxaa loo bedelayaa miim min bacdi dalik minta baaba ka daba dhacday min nuunka dabeedna miin baa loo bedelaya ulaaika fii dalaalin bacid dalaalin tawiin baa ku jirta baaba ka daba dhacday miin baa loo bedelaya nuudiya amburika an nuunka reeban baaba ka daba dhacday waxaa loo bedelayaa miim min bacdi salaati min nuunka reeban baaba ka daba dhacday dabeedna miim baa loo bedelayaa mulaaxadatu naxwiyatu waa milicsi iyo jaleeca lagu samaynayo xagga naxwaha oo yacni si kooban waxa looga sheegaya calaamaatu jazmi alficli almudaaric waxaa la tilmaamayaa calaamadaha ficilka mudaaric marka la reebayo lagu garto inuu reeban yahay wa caqibada xarfa xarfilcilati xadfu xarfilcilati xarfucila la gooyaa waa alficlu almuctar alaakhir ficilkaasi waa ficilka xagga dambe ka buka ee ama wow u dambeeyey ama ya u dambeysa ama alif wa caqibada lam yadcu saaxibahu saaxiibkiisi umuu yeedhin yadcu waa ficil mudaaric oo lamtaa lagu reebo wowgaa la xadfay dammadaa tilmaamaysa wow inuu go-an yahay laa tarmi almowza mowska ha tuurin oo diirkiisa mathalan wadada ha ku tuurin khatar buu dadka gelinaya laa tarmi almowza muuska ha tuurin tarmi markaa tarmi waxaa reebay jaazimkan la dabeedna yaabaa ka go-an kasaladaa muujinaysa lam nasca ilay xaggiisa umaanaan kicin umaanu socon lam nasca
وعكاك قوان نصع عابي هيد ألف باق قوان فتحة ضام موشينة سين ألف قوية هيد حاسف النون مرة النون بقى لقوية على مدى جزمة دوية يعني كنون تلقى قوية واحد ويا ألف عالو خمسة شانتي في علوية لا تفسدوها خربنا البيئة بيئتها حميننا ديقانك لا تفسدو تفسدوها فعل مضارع مجزوم بالله أنها هي أي الأغرها وعلى مدى جزمة حاسف النون لأنه فعل من أفعال خمسة لم يسافر إلى مكة يسافر فعل مضارع مجزوم باللم وعلامة جزم حذف النون لأنه فعل من أفعال الخمسة لا تجلسي في الشارع قبل بالقول لي هاي لم يسافر إلى مكة وما يسافرين بالي تنحى لا تجلسي في الشارع قبل يا هاي هفريسان وضضا تجلسي فعل مضارع مجزوم بالله النهية وعلامة جزم حذف النون لأنه فعل من أفعال الخمسة يا مركة الأرنية السكون والرهبنين كمرة والرهبنين وغير ذلك أبو كوري لو رأي نصوص شاقنا فرق هامع تلك يكاف على خمسها أوحى آن هنا مضارعة ملك الرهيب يسكون بلا سارين لا تؤخر الصلاة صلاة دبها وليك وقت إذا كدبين لا تؤخر وعلى لا تؤخر وفعل مضارع مجزوم بالله أن هي وعلام جزم السكون يوم فعل الصحو الآخر فعل خمسنا ما هي لا تؤخرنا دمر يهو دبها وليكنا الصلاة صلاة إمكم حالا حيري وعلى حيري نون نسوة حالنا تؤخر فعل مضارع مبني على السكون لتسالي بنون نسوة وعلى الرهيب رؤسون روح لقوا بين السكون وقول حير إنه نسوة لم يفحصنا المريضة ثم الكيمياء بارين نكي بكي أما قف كي بكي نكي بكي مثلا يفحص وفعل مضارع مبني على السكون لتسالي بنون الناس أيوة الله حير أما نون نسوة تدريب كان واحد ويا لايلس ضع الأفعال التالية في جملين فعل هذا صوص عدد جملة كذك وهذا جملة وصبيه بحيث تكون مجزومة جملة سوين نقطة ولبا marka samaysay afcaasan weena noqdaan ficil reeban afcaasan ku qoran marka jumlada ku darto afcaas weena majjuuban noqdaan kama filmi salaasad salaahan yalcab uu halka ku qoran maxuu marka ku dareen lam yalcab muhammadun muhammad muu ciyaar uu reebay marka yasca kulka maxaa loonaya yaktubu yaani lam yaktub ali muu qorin yumarisuna waxay sameeynaa marka midan baawna marka lam yumarisu arriyada salaahan al awladu lam yumarisu arriyada رياضة ما عيارتي سمعين أخلاق تقول إلى هكذا سوقات يدعو محمد لم يدعو صاحبه صاحب كيسي أمو يدعو نوكله يدرس الطفل لم يدرس الدرس عشر كما دقاني نوكله يسعى لم يسعى علي ومسعون يعني علي إلى عمل نوكله سقب مدونا تضوفان اللي بدين أن واحد كو ضوافيسان مثلا كعبدي أقول قالوا مثل الرجل لم يطوف حول الكعبة ما يطوف في الأكل يقضي لم يقضي القاضي ما حكم في الأكل تكنسينا والحارسة لم تكنسي بلونا ما الحارين يغسل يعني لم يغسل محمد يديه أكل هذا الإله وحنو قلنا سامركا جملوين كإنسان سكر الله سمعهم فهم المسموع إما كان وحوي وحلا لجيستين لفهمه وكيع عشرة ذكاني واحد أكبر مشكلة تواجه العالم dibaatada ugu weyn ee adduunka hor taagan tuwaaji yaani ku soo ka hortimid ama ku soo baxday ee imi ka taagi yaan itniin adda tagayru aljawi ila wuxuu dhaliyay isbeddelka xagga hawadu waxaanu dhaliyay soo socda taraata mu'damud diini afwad mu'damul ladina maatu inta badan kuwi dhintay min ayay ahaayeen dadkii dhintay intiisa badanay waxaa kuwan u baahan la dhageysto caajirada markaa أربعة عدد الذين هاجروا كويك بركعي كقحي من بلادهم دلكودا بسبب ارتفاع الحرارة مركا لا يهركوا كوكركعي ودن كودي بحوجي عن كريل درادي وعتروا الوحيد وإن لقى هلا عشرة لقى رجيسته خمسة تغير الجو الأرض ما بين وح أي كد وح كده جاي يسبدل كحق عمرضة ذلك خد عي أنت أول حيس أنت أي أنت مركا رجيسته عشرة على قرر هيرك يسبدلك كويلك قد يؤدي وحو كاني كرا ارتفاع الحرارة الأرض نقولك كويلك يسهديه وحو قالك قد يؤدي ارتفاع حرارة الأرض وحو كاني كرا نقولك كويلك يسهديه كركعه أو هيرك هكاره لبا تضع عينكاس تاسينا مركا وحو يدنا وإن لديك يستعجل ده فرقا صلاة المامي كرا وحو الشيكي كلمي مكان هو هذا التدريب واحد ليلس كوبات قارن اسبربر ديق بين الصورتين لبدا صور اسبربر ديق لبدا صور بينهم مقضى مثلا هل كان كوك صورا
هذا بعض أسباب برضو إيك تقول إنه النشاط الثنائيون وشقة الواقف كمان يعني تدريب التنين وليس كلامات قارن في فريق واحد أسباب ورقتها كوح من زملائك صاحب هذا بين مجموعة وكل أحد من الناس وكل أحد يرد كوح ضد وتفسد البيئة قارس بربريك في فريق كوح من زملائك صاحب هذا وبين مجموعة كل أحد يرد كوح من الناس ضد كمدة كوح صاحب هذا وضد كل أحد يرد ضد كاسو أما ضد كاسو تفسد البيئة مجموعة لوك يخربين يوم مجموعة أخرى كوح كلاو تحافظ على الناس على البيئة لا والله أسبر بري كوه صاحب هذا أو كل حشرة تدلك خريبية يا كوه قال أو كل حشرة قادلك هجاتني أو إلى النية نشاط الفريق وكوه شقائق كوه قبل يسوي أعمال المجموعة التي تحافظ على البيئة هل كم واحد كورتها هؤلاء قبطان قرر إلى النية سبي أده أما ديان كإلى النية سأورس هل كم واحد كورتان مثل أبو أفر قطبي أعمال المجموعة شقائق قبل يان كوه ده التي تفسد البيئة كوة نوكة خريبة محاية قبانيان مركاية مكان راحة وهي ووسائل المحافظة على البيئة وهببك يودوينك الله إلى أنك رديهيانك تهيئة واديار قرين فكر كفكر في الإجابة إنها تجوابتها عن الأسئلة التالية كسي فيرسو إنها سؤالها صعودك جوابك أرتو واحد راحة وهي هل في بلدك منظمة ودن كاقة مكتر تأر يجمع يتحافظ على البيئة ديهيانك والله أرتاه اثنين إلى أي شيء محاي تدعو كوبا غدا هذي جرتوا هذه المنظمة كوحداس تدخل محاي فرتا وكوبا غدا كوعي جلسة أو كشقيسة ثلاثة كيف يحافظ الإنسان على البيئة سوقفوا إلى لنكرة ديجان كأسر جيسبا دتكم سوقوا إلى لنكرة أربعة ما اختاروا تلوث محايهن هالساعة كي منكرة بيئة أو ديجان كألو سخيو على الإنسان دتك خطرت كل دوام محاي واحد نسيه كي جواب دونا على الإنسان دتك واحد كواجبة أما دشي سزارن على ذلك أن يحافظنا على البيئة إلى ديغانك التي ديغانك يعيش فيها أو كنوريها أي كواجبة ولا يفسدها إلى ديغانك خربين محايا لأنها ديغانك من أعظم نعم الله ونعموينك إلى هذه بحيك وقوة وين على عبادية دومدي سوسيي وفي كثير من فرابضا ومن بلاد العالم وضمد أدوية كوية اليوم مانتا وحكترة منظمات أرره تدعو ذلك وقباقة إلى المحافظة إلى إلاليه إلى البيئة على البيئة ديجانك والرقم باكتشرة أو كباقي أو كشقين يهبين يمالين إن لا إلالي ديجانك وتقوم واحد قبطان تلك المنظمات واحد قبطان ورغضاتي بأعمال شقوين عديدة تربضا أي قبطان منها واحد كاملة بيان إن عديان ذاتك أشيغان أخطار تلوث البيئة حالسها أي كيري كرتو ديجانك هدو والسخوب على الإنسان ذاتك ديجانك كنور dibta ay ku yeelan karto iyo cirifmada ka iman karta ayay sheegan wal xayawaani iyo xataa noolaha kale ee bini'aadan kala nool ugaad iyo wixii la midka ah iyo xoolaha iyo nabati iyo dhirtaba dhibaatada wasakhowgu u keenin karo ay umada u cadeeyaan ku ciigiliyaan oo ilaahadan war hadii deegaanka xumaado dad iyo duunyo dugaagiyo cid ku noolaanaysa deegaankan ma jirto dhibaatooyin badan baa soo food saari doona xalisa ka dhalan doona dhibaato aan la xalin karin ayaa ka dhalan doonte hal ilaaliyo ومراقبة الحكومات وحي حتى إلى ليان دولتها والمؤسسات يأرشها التي تفسد البيئة وحي حتى إلى ليان وإنت قريان وركو قريان وشرات قريان وأي هلايان وإعلام كسي دينيان دولت إيا حتى أرشها خرب البيئة ديك هلان ولان دباتوين قاسالة سمي دولت وحاسي سميسي أرشها سوحاسو سمي شركها سوحاسي سمي وحاسي كهلايان إيا وذكر وصال المحافظة وحقلو الشيغان wadooyinka lagu ilaalin karo calal bay'ati deegaanka habka iyo wadooyinka loo maray ilaalinta waxa uu in la sameeyo ka waa in la sameeyo ka sala ogolaanay waxa ay israayeen min wasaalil muhaafadaha haddii waxa kamid wadooyinka lagu ilaaliyo calal bay'ati bay'ada alati aga wadooyinkaasi lagu ilaalinayo oo yadcu ay ku baaqaan ilayha wadooyinka alati wadooyinkaasi yadcu ku baaqay ilayha wadooyinka al islaamu diinta islaamku ay ku baaqday waxa kamida ee diintu na farayso gharsul ashtar dirtay lagu beero dhulka dirta oo lagu beero waa waxa lagu ilaaliyo ugu horeeya deegaanka islaamkaana ku baaqay diinta islaamka wamin al-khatay khaladaadka waxa kamida ixraaqul ghaabaat in la gumo keymaha oo dab la geliyo waxa kamid tahay ee khaladaadka ee jira ee bay'adka ama deegaanada khariba
كما يحدث ساكن على في بعض البلاد وضمت قاركود يمقالون كقاركود الآن إمك ولقوا يكيمه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم رسول كوحيري إن قامت القيامة صعد قيامة تدعوه وفي يد أحدكم مدي ذكر ذكر مدن كعنتي سأكشرتم فصيلة فصيلة وحوي جيد يرى تمرة أو بقرة إلى فصيلة جيد يرى تمرة أو هذوها هي نخلة صغيرة جيد يرى تمرة هذوها هي أو البيرك رو جيد ولا ما بيرو وبقلي ير وجيد تمرة هذوك عنتو قوي قيامة هنا إذا عذبة وبيون كذبة فليس ضع هذا ما هذوك كرك ها قيامة ولا عيسى أركي جيد كير هيا أن لا تقوم إن أنا ساعطوا دعوة لسك أنا سوء قارن حتى يغرسها إلى أوقيت كابيرو أو كقارسين كرو فليغرسها هابيرو بلا ديك وحقبت كن نبو قال لي عليه الصلاة والسلام إنه قفكم مر نبأ أنو الدين دقوا دونا بحل نقضوا انتو دونا بحل إكادوا لباتك استهجرتوا نلاش الله حتى هدوك سيو قوصي وقيامة دي بقى قرحضي ويستهجتبع وقالوا قطم يا سوء قيت أنت برتا هرو مبحو amma hor uma dhalo ila 7 sano ayaa la sugaaba la ila inta ku mid dhalayo qiyaamadana way dhacday geedka beer buuri adigu beer uun inaad ku intifaacdo waxba ma aha qasab laakiin waa inaad wax qabato oo aad raad ka tagto barwaan nin baa ku soo baxay nin buu qora ayaa saw ugu soo baxay nin odayho oo weyn oo tibir beeraya rasuul adigu nin weyn baa tahay inaad gaar ilaah baa ugu maxaa ku kalifay xaalad beeris rasuul waxa weeye waxa uu kalifay aabayaashay baa dhirtan beeraan cunayno annaga cunayna anana waanu beerina kuwaanu dhaliha cunaan inaanu anagu cunno waxuma beerayno aduulaad wax qabsato una diin looma qabto kuwaasaan uga tageyna waxa cunaan kuwaas waad si fiican baad fikrad fiican baad keentay buur tabadna lacag buudhi wuxuu abaalmarinta qaado waxa aadana deegay imaanay muka aniga faa'iideedii u horeey helay buur hadaan beertan ku dhax jiro waxaan aanan beeray deema baad siisa lacagta wadatan imaanka baad ay soo gashay faa'iideedii marka yacni wax qabadku waqti male walla wadaya un isaga inta qof nool yahay magaasaas ugu yaray diinta islaamka ku baaqday in dirta lagu beero waana sheeg qoray isku raacsan maanta lagu ilaaliyo deegaanka inay diintan xaq tahay oo nabiga kaleey salaatu wasalaam mucjiso inuu yahay ayaad ogaaraysa in mucjiso la socoto weedalo baa hada hadiis hadiidkan wuxuu ka doonayaa inaan insaani qofka binaadanka wuxuu ka doonayaa hadiidkan u faraya aan yasar al ardh dhulka inuu beero weejcalaha inuu dhulka ka dhigo khadara amid cagaaran oo dhiri ku taalo وهذه تاسي هذا أو يعني ذلك والله بيرا من أفضل الطرق بها كم تاعي ودوينك وجوهنا يسن إلى المحافظة لقول عليه على البيئة ديجانك وحماية هلا جبت باديو من التلوث والسخوك حتى إيجا أيه وسقط برتا كقيم قاتين إلى السوق من وسائل المحافظة هذا واحد لقول كم تاع ودوينك لقول عليه على البيئة ديجانك أيضا سيد آخر عدم الإسراف إن أنا قلت راح تجين وأنا لوحد جد بن في استهلاك الماء بيها استعمال كودا ina lagu talaxgelin oo biyaha la iska furin oo aan la faruurin oo lagu ciyaarin biyo batalaqid aan la oranin biyaha la ilaaliyo waa naxmo qaali biyo wabixaasatan gaar ahaan idaa calimna markay nu ogaano an al ma'a al adab biyaha macaan qaliilun inay kuba yarihiin fil ardh ul kaba al ardh ul ka guudkiisa adduyada in joogno biyahan macaan la caba yarihiin inaan horta taa ogaana muhiim abu leey watwaajihu waxa ku soo foole waxa ku soo foole kathiirun in fara badan ama ay yacni la tacaalayaanba oo mina duwali dawladaha kamida waxa haysata azmatun dhibaato fil miyaha xagga biyaha ka haysata biyo yaraan adduunyada dawlado badan haysataa jira oo inaga waynu ku jirnaa dawlado badan ba haysataa biyo yaraantu wa tuaddi waxay keentaa qilatul miyahi inay biyuhu ku yaraadaan fii baladi ma wadan inay ku yaraadaan biyuhu waxa ka dhasha ilaa taqliili ziraaca in ay yaraato wax beeridi iyo wasnaacati warshadaha laftood biyay ku shaqeeyaan fihi inay dalka ku yaraadaan marka dalka wax soo saarkiisu haduu biyo yaraado wax soo saarkiisu uu yaraanayo waqtu adii waxay keeni kartaa azmatul miyahi dhibaatada biyo la'aanta ah ee fil caalam adduunka ka taagan waxbay keeni kartaaba oo ka dhici kara adduunyada ilaa xuruubin dagaalo inay dhacaan bayna dowladaha ka qarxaan oo la isku dilo biyaha ayaaba iman kartaa wala ahmiyati almaai biyuhu qiimaha ay leeyihiin fanaal islaamku yarhaa wuxuu diidayaa can israaf fihi in lagu xadgudbo bal hadda eegta waa hadma waqtiga nabi kaleey salaatu wasalaam diinta islaamka ka hadlaysa fi kulli shay kastaba biyuhu qurumahay shay kastaba in lagu xadgudbo xataa fil cibaadaad xataa cibaadada qofku ilaahay uu ku caabudayo inuu xaddaaf ka dhigo oo wax aanu xamileyn isku kalifo lama ogola
إنه سد أحد هذا وحوق هذا للدنيا استيعاب لما كنا حوي إن لفهمه معنيها إن صومرني تدريب واحد ليس ككوبات ضع علامة صواب علامة صح واحد قتها أمام العبارة هذا الكهرتي صدق هذا الكهرتي تحت يحافظ الله يحافظ على البيئة واحد هردك تا هذا هو عبارة هذا الكهرتي قرن شن عبارة شن هذا الباين قرن مدو البهرتي سهرتك قر أو كبك هذا واحد كهرتي سكقر واحد كقر إسا أما يحافظ أو إلى اللي يبيئة أيها الكهرتي قرن قيب تحقق هاسقر أما الله يحافظ تحقق هاسقر لكن هالكيت كم بيجي سا مدول با سلحة جملة مدول با حريق با كهر يا حريق يد أنكوب بيج هرت مر كهر حريق يد أنكوب بيج أنكوب كهر لكن الله حريقه يسكت توسين هني أما يحافظ تحقق كهر أما الله يحافظ تحقق كهر كاسو إلالنا يا أما ما إلالنا واحد شخص قف يبين عضين يدك كوشي يا محي أخضر تلوثي حريصها كي من كره وسخوق ديجانك كي من كره قف الشيء جيا هل جيز محاط قول سامك يحافظ قف قاس هذو كور هم يد بعطاء إلا هذا هو سخوق وقف الآن ذكى وعي قلنا يكداي ويا معنيه اتني شخص يفسد البيئة قف خريبة يا ديجانك جيب يسيبه كروح القول صلى الله يحافظ هل جيز قول علامة ثلاثة شخص يغرس الأستار قف مرتب بيريا كم عطوا قول إذا يحافظ وقت قول أربعة شخص يدعو للمحافظة على البيئة قف ضدك وقف باقية إن الديجان كيراليان كان يحافظ بات كوز قريسا اتوا على بنسا خمسة شخص يحرق الغابات قف كيمها يبرت قبية كان محافظة قريسا لا يحافظ ما يقال لنا كاس ستة الإسراف في استهلاك المياه بيها ولقو طلح تقو ولقو عياره كان محافظة قريسا لا يحافظ ويا هدي بيه لو ويا وحبلا ما بيري كرو وحنا لمورشدين كرو oo si kal wadanku si aanu fahmin buu baabinay hata dad lama heli karo waraasina lama soo saari karo warsi lama sameyn karo dani biijir tabiib tani layliska labaad baa waxa digtaa calaamada sawaab calaamada saxda waxa digtaa bijaanil fikrati talada dhinaceeda saar arraysati ugu muhiimsan fi kulli fikratin tudcu kasta oo tudcida aynu soo marnay kamida fikrada ku jirtay ugu nuxurka ah adigu calaamada ku qor qor waahid al fikratu ar-ra'isa fikrada ama talada ugu muhiimsan غمضا في الفقرة الأولى تدعى كوبا تتحدث واحد كوه رميسا وهذا الكوه رميسا هذا الكوه رميسا تنقطه واحد عن آلف المنظمات واحد كوه رميسا الرضا التي تحافظ على البيئة الرضا كشقية إلى أنت ديقانك باء ما واحد كوه رميسا وحكوه رميسا أما كوه رميسا الفقرة داسي أنا البيئة من نعم الله إن ديقانك نعمونك إلهي هاي جيم واحد كوه رميسا أخطار التلوث halisaha uu keeno wasakhowga deegaanka saddex halka baynu qaadanayna saddexdaba way ka warantay laakiin waxaan qaadan fikrada koobaad fikrada beeta koobaad way ka warantay ee ururada iyo deegaanku yahay nicaamillaah waxaan qaadanayna deegaanku waa min nicaamillaah ilaahay nicmooyinka ugu bixiyay ugu waweyn ba kamid tahay marka ilaalinteedina way soo hoos galisay tii tan fikradda raisata talada ugu muhiimsan fil fikrati thaniya tudu calabaad ee ku jira naska hore fikrada ugu muhiimsan waxa weeye تتحدث وحكا ورميسا وعن ألف غرس الأشتار رتين لبيرو باء وسائل المحافظة على البيئة والدوين كالوغي لانك ديغانك جيم حرق الغابات إن لقبو كيمها وهوين أدرت كتالو وها مكان قادنا بعض وسائل المحافظة على البيئة هوابك الله إلى لانكرو ديغانك تاسيك ورميس ثلاثة الفكرة الرئيسة ثلاثة أقوم همسين يكون في الفقرة الثالثة تدعى صدحات تتحدث وحكا ورميسا أيضنا عن ألف أزمة المياه لباتي لك تهاجم بيها أدون كبا باء الإسراف في الماء بيها لوحد قدبو جيم عدم الإسراف في الماء إنان بيها لوحد قدبين تاسين مركا قاضينا عدم الإسراف باء جيم كا إنان لوحد قدبين بيها إن لباتي تهاجم تي حاصر نمو يسوه سكريا مركا روه إنان لوحد قدبين بيها مفردات إما كانوا أري أري تدريب واحد ليلة كوبات هاتي واحد كان تاه جمع الكلمات التالية كلمتها صوص على كم عودة كان من النص هذا الكيكة صوقات واستعملها هو ديكسو أكد أري أيضا في جمل من إنشائك مرة جمع كأنتو جملين أذوق أض عرسي كدر واحد واحد حرب واحد دجال على قط جمع حروب حروب تمركا واحد جمع كدر تجملة الله هذا باء محاكوا حاجة حكومة هو دولة واحد مركا جمع كدر تهرتها حكومات دولدو تبنيت جملة أسمية
ثلاثة شجرة وجد شجرة تاضبط كسارسة شجر ودر دبنا الجملة هذا والله كتر أربعة عمل وشقو هذا جمع عرض ورق أعمال وشقوين دبنا الجملة كتر هذا والله هاي خمسة خطر وحرس وعطر إذا جمع أختار حرسه دبنا الجملة هذا كتر ستة عبادة وعبادة إله العابد جمع عرض كري عبادات دبنا الجملة الله هاي هذا كتر تدريب ثاني ليس كوبات ابحث كبار عن الكلمات كلمتها التاليه تصوص عطا في معجم الربحيه هي مارت قاموس عربين عربات ثم سجل قر معانيها وتجدون معناها الى دبا نقر ادقو مرات بو كتابك ايقتو دبا نقر واحد استهلاك وحويا الاستهلاك هو وحل بابيو مثلا استعماله مرات انت الاستهلاك ايقتو معناه كوشه وكفسره ميل كقر اثنين تواجه وحك كهر تاغن wajiga dhibaato ku hortaagno kale aan ka soo sheekeynay hadaba taas oo kale tuwaaji oo waxa kugu beegan asalkiis ee wajigaaga taagan hadaba taabaaro dabadna macnuhu ku sheego waad ku qortaa meel taqum way ku kacaysa waxa looga jeeda shaqo aad qabanayso oo sara kacday taasi intaad eegto qaamay qoom asalkeed way istaagida laakiin taqum bikada waxa soo kacaysa hadii la yiraahdo waxa loo sheegay shaqo soo qabanaya intaad eegto dabadna qor al muhaafada wa ilaalinta انت موضوع تمكيكتو تبعد نقر خمسة الاسراف واكو تلحتك يكو حد قدب شيء يعني لخساريو كان انت ذاكتو تبعد معنو كوشي ميلكو قر مراقبة وإلالين وإن دين دين مراقبتو محافظي ويكال دويهين مراقبة وإن الله سعوط الشيكة وإن دين دين يسو وإن كرميريسو وإن دين يسو وحا سعوط إسراف ويهيان محافظة وشقات قبر صد إلالين يسو الشيكة كي إلالين سدباتو دا من نوعنا الشيء كرمير يما ملحان إيش أتوه هيسو مكان مراقبة سنة يدنا بارو إلى لين عند عندين وين يعني أنت عرب كي أكتمون جدك تبعنا واحد قرطة واحد قرطة معنى هيسا لأوهو شيء قر والله أعلم بالسواب بالله توفيق